تحياتي لكل متابعي موقع فوشيا، وحابين يعرفوا شو مخبى الأحجار الكريمة لألنا من ذبذبات وطاقات، وكمان لكل عبالهم يعرفوا قديش إلها تأثير على حياتنا. آمن بالحجر تبرق، هذا مثل بيقولوه، وكمان قدي ممكن تعطي الأحجار الكريمة ذبذبات على جسمنا، وقدي ممكن تضرنا إذا كنا عم نستخدم أو عم نلبس حجر بطريقة عشوائية. نصيحتي للأبراج النارية أكيد بالياقوت، إن كان الأحمر أو الياقوت الأصفر. مولود برج الحمل، الياقوت الأحمر كتير بناسبك، رغم أنه معظم الناس بتقول الألماس، ولكن الألماس بتحت ظروف ومؤشرات فلكية عم بيكون في تغييرات بالكواكب. أكيد هلأ بننصح بالياقوت الأحمر إن كان لمولود برج الحمل أو حتى مولود برج القوس. أما مولود برج الأسد اللي هو كمان يعتبر من الأبراج النارية، فبنصح بالياقوت الأصفر، بحفز عنا طاقات الإبداع، وبيخلينا كمان الذبذبات اللي بجسمنا تعطينا الصبر وتعطينا الحكمة بالتصرف، وتعطينا كمان حتى أنه نكون رايقين، وبظل أنه مثل ما قلنا مؤشرات فلكية عم بتخلي عنا الاندفاع وعم بتخلي عنا التهور على طول جاهز. أما الأبراج الترابية، الأبراج الترابية اللي هي بنحكي عن مولود برج الثور، مولود برج العذراء، ومولود برج الجدي. أكيد بنصح لإلون كمان بالزمرد، الزمرد كتير مهم وخصوصا اللون الأخضر لمولود برج الثور، وبنصح بالعقي الأحمر إن كان لمولود برج الجدي أو حتى لمولود برج الدلو، ولكن جايين لعند مولود برج الدلو. وكمان بنصح مش بس بالعقي، إلا كمان بنصح لمولود برج العذراء، مولود برج العذراء كتير مهم لإله ياخد كمان العقي الأحمر، لأنه بيعطيه القدرة على الفوز وبيعطيه القوة، وخصوصا أنه مولود برج العذراء قاطع بكتير مطبات فيها كتير من المشاكل، ومولود برج الجدي مثل ما قلنا العقي كتير مهم لإله. أما الأبراج الهوائية، الأبراج الهوائية اللي بيتكون منها مولود، أكيد مولود برج مولود برج الجوزاء، ومولود برج الميزان، ومولود برج الدلو. لكن كمان لهذه الأبراج بنصح أكيد لمولود برج الجوزاء بالياقوت الأصفر، مولود برج الميزان الياقوت الأزرق، كمان بيحفز عنده طاقة النشاط، لأنه منلاقي مولود برج الميزان يوم كسول ويوم نشيط، ومنلاقيه كمان معرض دايما للحسد ومعرض دايما للعين. ومولود برج الدلو الألماس، حجر الألماس بحفز عنده وبنشط عنده الطاقة، بنشط عنده الطاقة وخصوصا الشكرة التاجية، وبحفز عنده كمان وبنشط عنده الدورة الدموية. لكن آخر الطبائع الأبراج، بنوصل لعند الأبراج المائية اللي هو المثلث المائي اللي بيتكون منه مولود برج السرطان، العقرب، والحوت. مولود برج السرطان بنصحه بحجر القمر، وبنصحه كمان مش بس بحجر القمر إلا كمان باللؤلؤ، اللؤلؤ الأبيض كتير مهم لإله، وكمان بيعطيه الصفاء وبيبعده عن الوسواس القهري، وبيحفز كمان طاقات الإبداع عنده والمواهب الفنية. ومش بس هيك، حتى كمان بتكون قدرته على التواصل مع المحيط الداخلي والخارجي كتير قوي. أما مولود برج العقرب فبنصح بالفيروز، لأنه بيجلب له الحظ وبيمنع عنه الحسد والعين، وكمان معروف مولود برج العقرب قد دايما بيصير عنده تأخيرات بسبب الحسد والعين. ومولود برج الحوت أكيد بنصح بالياقوت الأصفر، لأنه مش بس بيمنع الحسد إلا كمان بيعطيه حظ كتير وافر، وكمان بيعطيه قبول عند الناس إن كان مقربين أو حتى من خارج محيطه. لكن أعطينا فكرة صغيرة ومقتضبة عن تأثير الأحجار الكريمة علينا، وبنصح كمان لكل اللي بيحبوا أو عندهم هواية بهذا الموضوع أو بيلبسوا الأحجار الكريمة، ما يلبسوها عشوائية وما يلبسوها مصنعة، إلا كمان تكون مرصودة حسب الرصد الفلكي، لتعطيهم الطاقات وتعطيهم الإبداع وتعطيهم الحكمة وتعطيهم القوة وتعطيهم القدرة على التحمل، وأهم شيء الحظ، وتمنع عنهم الحسد.